الرحمن الرحيم. نبدأ عم نكمل ايه، نعمل اللوحة الإنشائية بقى كده. احنا خلصنا المعماري المرة اللي فاتت، نبدأ الإنشائي. قول يا رب. بصوا الخطوات اللي انت تعمل إنشائي هتظهر في الأول. الخطوات اللي احنا نعمل انشائي هو ان احنا نحول اللوحه اللي قدامنا دي المعماري، صح كده؟ اللوحه دي خلاص المعماري بتاعها، اروح اعمل كوبي كده واروح معلم عليها كلها واعمل لها نسخه كمان، بقت نسخه تانية موجوده اهي، صح؟ اللوحه دي هسميها ايه؟ هعمل عليها الايه، الاساسات بتاعتي دلوقتي، او هعمل عليها الانشائي بتاعي وبعدين بسميه. طبعا هشيل اي مظاهر معماري موجوده، نبدأ نحط الأعمدة بتاعتنا زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت. عشان أجيب الأعمدة أروح جايب الدايمير كده كولوم، خلاص، وأروح أعمل لها إيه، ريكتانجلر شيفت 2 سالب 1 سالب 1، وأروح جايب الهاتش اتش انتر هاتش، ماشي، أروح بختار دي كده واروح متفرج، ماشي، حلو، كويس، ماشي. اروح اعمل لها بلوك، بيج بلوك، اسميه ايه، كولوم بيز بوينت بتاعتي هي دي، المنشأ بتاعي او الاوبجكت بتاعي هو ده، راح اقول له اوكي، ده كده ما عادش محتاج. خلاص. طب واحد يقول لي طب هي دلوقتي انا لسه ما صممتش، صح ولا لا؟ المفروض ان انا من المعمار اللي انا عملته دوت وحطيت الاعمده بتاعتي، اماكن الاعمده، ببدا ادخلها على الساب، ومن الساب اطلع الايه، نتائج، وعلى اساسها ببدا ايه، اصمم الاعمده بتاعتي. خلاص. لو هنحط هنا عمود مثلا، العمود اللي هنحطه هنا اروح مادي دي كده لفوق شويه علشان اروح جايب العمود كولوم اهو، واروح اقول له اوكي، البيز بوينت بتاعتي هي دي، خلاص. امشي هنا كام بوينت، ناخد ده عمود 50 بوينت 5، وتحت سالب بوينت 3 30 سم، واروح اقول له اهو، صح كده، ماشي. في عمود هنا، العمود هنا اخلي ضربه مع الاوضه دي ولا مع الاوضه دي؟ اخليه مع هنا، خلاص كده، دي 4 وشويه، 4 متر، نخليه مع ده، ماشي، ونخلي ضربه الناحيه عشان نقلل الاسبان بتاع دي. اروح مدد كده الكاميرا دي كده لفوق، خلاص. يفضل ان لازم، او مش يفضل، هو لازم ان انا احط الاعمده بتاعتي على المعماري. ليه؟ علشان المجرد ان الاعمده اتحطت على المعماري، لما اجي اخد منها محاور واعمده، يبقى انا متاكد مليون في الميه ان اماكن الاعمده دي مظبوطه، ما بوظتليش اي معماري، صح كده؟ انما لو عملت الانشائي وبعد كده جيت احط الاعمده، ممكن الاقي العمود اترحل شويه، مش عارف ايه، فاهمني؟ لان دي حيطه 12، ممكن انا اروح اعمل عليها كاميرا 25، فاجي انسب العمود بالنسبه لل 25 هلاقيه اترحل لي هنا، ضرب لي الاوضه من ناحيه ومن ناحيه دي، فبدي ماشي، اروح جايب كده الكولوم واروح حاطه هنا، او لان العمود ده مثلا سالب 60 بوينت 6 يعني، انتر سالب بوينت 3 اهو، نيجي هنحط العمود ده هنا، نخليه بالطول كده مثلا، خلاص، ونخلي ضربه مع البلكونه اللي هنا، اروح طالع دي لقدام. ليه بعمل الحركه دي؟ علشان اخلق له بيز بوينت احطه فيها، خلاص. اروح جايب الامر تاني، اروح داس انتر على الفاضي كده، يجيب لي الامر، اروح حاطه هنا، وليكن 50 60 برضو، بوينت 6 عشان موجب، وسالب بوينت 3 عشان اللي تحت، خلاص كده. ناخد من هنا كمان، ناخد في عمود هنا، طبعا دي حدود ارضي، دي كلها بروزات الايه، الشرف، اروح منزل ده كده تحت، اروح جايب العمود اهو، راح له 60 بوينت 6 وبوينت 3، ونحط هنا عمود هنا كده. العمود ده يفضل ان انا ما اخليش ضربه الناحيه دي، ليه؟ لان باب الاوضه محكوم، الاثنين عشان لا، وباب الاوضه محكوم،
لو انا جبته نحادي ضرب لي نحادي ممكن اصغر المسافه دي، فانا خليني نحادي عشان باب الاوضه ده ممكن احركه زي ما انا عايز. هنحطه على الشيف كده وخلاص، ايه نحطه بالطول كده وخلاص. هو هيتحط بالطول؟ ما انا فاهم، بس المشكله خلي ضربه الناحيه دي 5 سم يعني اه تعمل كام فاهمني، مثلا؟ علشان الباب ده محكوم كده خلاص ما اه اقدرش ازود ماشي. فيه اكتر من كده خلاص. فبروح جايب ال هخليه بوينت 3 وبوينت 6 اهو ماشي. واعمل ايه؟ المفروض بقى ان انا اروح محرك ده كده قدام شويه، اروح حاطط عمود هنا، اخلي مثلا دارك بوينت زي ممكن بأي طريقة. نفس النظام تقريبا. ماشي. هو بص تعالوا بس عشان الحتة دي بيبقى فيها فكرة كويسة أوي. إزاي؟ افرض يا عمي إن أنا عايز أركب هنا كاميرا 25 وعايز أركب سميل تحت في الأساسات. لو أنا كده عملت العمود بتاعي بدايته هنا كده، ده البيس بوينت بتاعته، وخليت ضربه الناحية دي كده، ما فيش اشتراك ما بين العمود ده والعمود اللي هنا إلا 12 سم بس، 12 سم بس. فكده لو ركبت 25 يبقى أكيد هيطير من على واحدة، ولما اجي للسميلات من تحت كده السميل بتاعي مش هيحكم العمودين مظبوط، صح كده ولا لا؟ فاللي انتوا عايزينه ممكن نروح ممكن محرك نرحل الأوضة نحرك برضه شوية. البتاع ده كده شويه، واروح حاطط البيز بوينت بتاعتي تبقى هنا، واروح حاطط العمود بتاعي بحيث ان يبقى البيز بوينت كده، واقول له بوينت 3 وبوينت 70 مثلا، بحيث كده ان هما يختابوا على بعض. 25 في الحتة. ماشي ماشي 25 اه كده تمام. يبقى كده خلاص كده ابدا احط هنا عمود في الحته دي صح. العمود ده بقى طبعا ما خليش ضربه الناحيه دي، ليه؟ لان المفلس الوحيد للحمام ده ان هو بنحمر هيبقى هنا. هنا صح ولا لا؟ اللي هي مثلا دي واجهه اه ماشي، فالمفلس ان انا احط شباك واطلع الصرف بتاعي، فلو حطيت له عمود هنا سد لي كل حاجه. يعني نحط فالعمود بتاعي 24 هيبقى ازاي؟ عمود ممكن كده اخلي ممكن تراه. ضربه كده اه او ضربه ايه، هو ضربه كده عشان ما اخلوش مايل. خلاص ماشي، اخلي ضربه بتاعه راح احطه مادي دي فوق، وراح حاطه كده ماشي، وراح قايل له كام؟ بوينت 30 وسالب بوينت 6 ماشي. والله لو دي حدود لو هي حدود ارضي عادي ماشي، لو ما هي مش هي اروح عامل الشطف الايه العمود بتاعي. طبعا هو مش هتعرفش ليه، لانه بلوك، بس انا اروح مدمره كده. خلاص، والهاتش اروح شايله وعامل هاتش جديد. دي حاجات بقى ايه بتتم كده ايه، اروح اعمل بقى ترمات كده. بص لو قلت له قائمه فيو، لو تلاحظوا ان الدايره دي مش مظبوطه كده، انا حاسس ان انا هقول له فيو ريجون، دي بتعمل ايه بقى؟ بتروح مظبطه لايه الحاجه ماشي. يعني لو عندك دايره مثلا سيركل كده اهي، ساعات ما بتبقاش مظبوطه قوي، يعني دي طالعه املس. لو هي مش مظبوطه وعامله خطوط متكسره تقول له فيو ريجن اول او ريجن، خلاص يروح عامل لك ايه عاده للرسم تاني. خلاص اروح جاي هنا كده عامل ترم وعامل ترم دي. خلاص اشيل دي بالمره كده وراح اعمل هاتش بيج بوينت، اعمل هنا واعمل هنا واعمل هنا واعمل هنا اه حلو. لقيت ان دي مش زي دي، اروح معلم على دي واقول له ماتش روبرتس، واروح اعمل دي زيها. طبعا مش هيعمل لان دي كلها بلوك على بعضها فمش هياخدها في الاعتبار. ممكن اروح اعلم على دي واروح اعمل ايه كده ماتش. ايه لا بص دي سكيلها كام؟ واحد. ودي سكيلها كام؟ واحد، عشان كده ما غيرش فاهمني. هي دي بس عشان اهو هتلاقيها زيها سكيلها واحد، فدي هنخلي سكيلها فين؟ دي سكيلها هتبقى كام مثلا؟ بوينت 5 معقول. دي سكيلها بس كده. طيب احنا فين عمود؟ ونحط بقى السلم هنا عمود، 4 عندنا سلم. اه 4 أعمدة في الايه في السلم بتاعه. طبعا ده منور، نخلي العمود ايه راكب لبره
خلي البيس بوينت بتاعتي هنا واروح رازعه كده، اخلي ضربه الناحيه ده عشان يشيل القلبه دي بدل ما احط كاميرا مكسره وخلاص. ماشي، اخلي هنا سالب بوينت 3 وبوينت 7 كده، ممكن اعتمد عليه ان هو يشيل القلبه دي. تمام، والعمود اللي هنا اخلي ضربه طبعا يبقى في الحمام، مش مشاكل، بدل ما اصغر السلم. والله لو السلم عندي عشان ما واسع، ينفعش ادخل في لو السلم واسع هحطه احطه في بعكس. السلم، لو مش واسع خلاص. هو السلم كنا عاملينه متر تقريبا، هو يا دوب كفايه كده ما يستحملش. سالب بوينت 3 وسالب بوينت 7 خلاص، يبقى السلم بقى يتشال ازاي؟ من هنا على الكاميرا دي اللي في منسوب الدور وتحت على العمود، ما يحصلش كده وهنا ده في الأوعية. العمود بتاع المطبخ والعمود بتاع السلم الأولاني اللي ده دول، وده لا دوت ولا ورا ده ولا ده، نعمل كل اكيد ده، هيحصل تداخل، فلازم نلف واحد في المرة. اكيد هيحصل تداخل. والله لو لفينا واحد، طب تعالى كده، لو لفينا ده كده ولو لفينا ده كده هتبقى مشكلة ان انا هو كده كده هيحصل تلف ده وقلت حتى ولا لو كده، لفيت ده اعمل كده. مش مشكلة. اصل لو لفيت ده كده كده المسافة بينهم واحدة، يعني انا لو لفيت ده خليته كده هي هي بس المسافة لسه بينهم واحدة. ما لسه بينهم واحد، بس العمود بقى على سيفه بقى ديت البي بتاع ده عدل بعضه صغير، لكن التانية الاتنين الطور هيضربوا في بعض. لا مش هيضربوا كده، لما تلفه وتخليه الله كده صح. المسافة صغيرة. سنة بين الكاميرا، سنة بين الكاميرا. ما شاء الله، الله عليك. ماشي، بس انا بستفيد منه بحاجه تانية، ان انا عايز اشيل القلبه بتاعت السلم ده عليه وخلاص. ماشي ماشي. طيب السلم هنا برضو عايز له اعمده كده، بوينت 3 وبوينت 7، والسلم اللي هنا طبعا ما ينفعش ان انا اخلي ضرب العمود الناحيه دي، لان يا دوب بالشعب بيفتح بالعافيه، فاخلي ضربه هنا. ماشي، اروح جايب عمود كده كده. ماشي، بالنسبه بقى للجزء التاني ده انا هحط عمود هنا، احنا كنا اتفقنا ان احنا نحط عمود هنا. العمود بقى هنا ده اخلي ضربه ازاي؟ والله اللي انتوا عايزينه، يعني ممكن اخلي ضربه كده هنا او اخلي الناحيه دي، بس يفضل يعني المسافه دي تبقى صغيره، اخلي ضربه كده واخلي يضرب الناحيه دي وخلاص. ماشي، اروح حاطه كده، اخليه بالطول كده، سالب بوينت 7 بوينت 3، خليته كده علشان ايه؟ لو ضربته الناحيه دي ممكن الاقي باب ولا حاجه يبهدل الدنيا، صح؟ وخليت ضربه الناحيه دي دلوقتي 30 سم الناحيه دي علشان الحته دي صغيره اصلا. هو طبعا كنا متفقين ان في عمود تاني يتحط هنا، بس العمود ده هنشوفه بعد. ماشي، هو هيتحط هنا كده. ماشي، هنبقى نحدده ده ونحط بقى العمود بتاعنا هنا تاني. عمود هنا، العمود ده هخلي طوله الناحيه دي علشان ايه؟ العمود التاني اللي هحطه هنا فالمسافه دي كلها 6 متر، فخلي ضربه الناحيه دي عشان يقلل الكلير سبان بتاع الايه؟ الكاميرا كده. سالب بوينت 7 وبوينت 3، وهنا برضو نفس الشيء، اخلي برضو الاسمان بتاعه ناحيه الضرب بتاعه يبقى ناحيه. كده بقى البحر ده كله اللي كان 6 متر هيخلص على اخر كام؟ هاخد هنا 70 وهنا 70، يتفضل لي كام؟ هذا متر 40، يبقى اتفضل 64 معقول. ماشي، هنا متر 10 و3، يبقى راح حاطط عمود هنا خلاص. والله بقى ابدا اشوف العمود ده، انا المطبخ على حسب الفرش اللي انا عامله اخلي ضرب العمود اللي هيتحط هنا، وانا اخلي ضربه كده لجوه. ماشي، اخليه بقى ايه؟ يرمي على النوم ولا المطبخ؟ يرمي على النوم خلاص، يرمي على المطبخ عشان خاطر الاسلام بس. هنبص بص على لو في عمدان تاني ماشي هناك عشان يبقى داكس واحده خلاص. تمام كده، بص بص على كده، لو عندنا واحد باص كده راح اعمل له ايه؟ روتيت سالب 90. ماشي، والمطبخ هنا انضف الاوضه دي، اخليها كده خاليه من اللي بتاعه، واضرب الاوضه دي، يبقى خلي ضرب العمود ده هنا وضرب العمود ده هنا.
يعني يفضل ان انا اخلي اوض نوم شكلك كده بتعاني كده من مشاكل نظيفة. الدين الناس. لا هناخد اوضه دي وهاخد اوضه دي، مفيش مشكله. مش انت تقول احنا نجيب لك فيلا كده وخلاص، فيلا الناس اللي يدوك في الشغل في المكتب كده، فيلا مش عارف مجنوع كده ولا اي حاجه، وفيلا يروح حتى مكتب تنزع اسلامي، فيلا يروح مكتب اسلامي. يا عم بيبقى فيه أبراج بتيجي وحاجات كده. العمود ده بقى أنا بخلي ضربه فوضي طولي ماشي. هنبدأ بقى إيه، طبعا في عمود هيتحط هنا ماشي. العمود ده ممكن أركبه ضربه كده ماشي، ممكن سهل مش هيعمل مشاكل تحت. بوينت 7 سالب بوينت 3. أها ممكن الكاميرا فعلا 25 تركب عليه عادي خلاص. بالنسبة لهنا إذا النوم ده بابه منين؟ لو النوم ده هتكون بابه مكتب هنا، هتقف هنا بابه هنا صح؟ فلازم العمود بتاعي يبقى ضربه هنا من وضربه الناحية هنا دي. فهي شوف اساسا بقى اللي هيحكمنا يعني. إن العمود ده هيتغير صح كده؟ يبقى العمود ده المفروض أروح أطلع عشان أخلق له بيز بوينت هنا، وأروح حاطط العمود بتاعي كده ويبقى ضربه كده بوينت 3 يساوي بوينت 7 أها صح؟ وعلشان ده يركب معايا يبقى يبقى لازم المفروض خطأ. ضربه الناحية التانية. راح أعمل له إيه؟ موف موف من هنا وأروح لازقه هنا صح؟ عشان يبقى قصاد بعض في السمل والشداد، ولو في شداد يعني بس وكده. الزبالة دي كبيرة أوي، الهيل دي عايزين نعرف النص، لا اللي جنبها كده ولا اللي جنبها كده، دي دي واللي جنبها. ده دي لا طبعا دي هحط عمود هنا اكيد، دي هتحط لها عمود هنا. اما باب المطبخ بقى، باب المطبخ كان هنا ولا هنا؟ أيوة باب بيتحط المطبخ ورا، الحمام. باب المطبخ أيوة هيتحط ورا، هنا كده صار الحمام. هنا صح؟ يبقى عندك كده، أكيد هنا. حطها عمود هنا عشان وصفة العمدان واحدة هنا، وزي طيب زي العمود الجنجر ده العمود وكده. ده خلاص ايه اللي من التاني؟ طب انا بقول لك على حاجه، انا بقول على حاجه يعني، ان العمود ده اللي هيتحط هنا يقلب الناحيه دي، والعمود ده قلبه الناحيه دي علشان يبقى ده وده 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 على استقامه واحده كلهم، يدوسوا شداد واحد او كاميرا واحده تاخدهم كلهم ماشي. كده واروح منزل ده كده واخده. هو طبعا 30 سم ده كتير، انا برسم الاعمده على انها تكون في الدور الدور الارضي الأرضي. بالظبط كده. بعد كده هيحصل لها ايه؟ كش يوصل تبقى 25 25، خلاص. حط عمود هنا كمان، طبعا في عمود هيتحط هنا. العمود ده بقى يتحط ازاي؟ طبعا ده كله كده هيبقى حط في الاتجاه اللي حط طولي، مدخل للاستقبال. هيبقى ايه الحل بقى؟ حط مع يتحط المطبخ يمالي. كده. طب علشان نركب عليه الكاميرا، الكاميرا بتاعتها تركب كده ماشية مع ده وماشية مع ده وماشية مع ده مفيش مشاكل، وماشية مع ده، يبقى العمود اللي هنا لازم يتحط بحيث يمشي مع التلاتة عشان الكاميرا تلبس عليه. وبعدين دي الكاميرا هتكون 25 لازم، ليه؟ لأن ده فلات سلام، طيب ومعنى الكاميرا جنب اللي فيها البيت جنب فلات سلام عليها تورشة خلاص. يبقى العمود ده خليه بارز هنا كده ماشي. ماشي. أو ممكن أعمله بأسلوب كويس، عارفين الأسلوب ده يتعمل إزاي؟ بص لو أنا أروح مطلع ده كده بوينت 25 وأروح حاطط العمود بتاعي كده ها سالب بوينت 7 سالب بوينت 3 عامل حكايه 12 سم بس مش مشكلة، بالظبط كده. يروح طالع بس الحتة ايه علشان الكاميرا كده ينفع انها مش تلبس شايل على الأعمدة الحمالة كلها الكاميرا حلوة ماشي. وده عادي يبقى كتف طالع كده في اللي بتاع، ايه المشكلة يعني؟ مشكلة. بيبقى شكله ظريف صدام كمان، ويكون لأن ده كده هيبقى ايه؟ عرش يعني، المفروض ده صح. كده المفروض يبقى عرش صح؟ فده بيبقى كتف كده كويس، حتى هما بيعملوه في البناية كمان خلاص. كده تمام. هنا السلام نيجي عليكم. بقى الحتة دي، في عمود طبعا هتتحط هنا. العمود ده بقى عايز ايه تضربه بقى في الأوضة اتجاه دي أو في العمود؟ الأوضة دي اللي أنت عايزه، بس المهم إن هو ضربه هيبقى كده خلاص. بس إيه، خلي بالك إن هو هيمشي مع دول. أروح جايب خط من هنا كده وأروح منزله علشان أخد البيز بوينت بتاعه يعني لازم نخليها له بيس بوينت الاول طبعا عشان ما نحطوش. عشان ألزق عليه ماشي. بوينت 7 وسالب بوينت 3 خليه كده الموضوع ده لازم ما فيش حكايه خالص. ماشي. ما انا مش عايز اضرب، اخلي انا العمود فاهم يضرب انت بتعمل الاوضتين حاجه اسمها ذكاء شويه.
ايش انت يا سام تقعد هنا وزكي يقعد هنا. ايش يلا اتفق على الوقت. نبدأ نشوف الكاميرا دي هتلبس هنا كده. ماشي، نبدأ نشوف بقى الكاميرات اللي هنا. السلم خلاص خلص كده. الكاميرا دي بقى تبقى رستد هنا على ايه؟ على الكاميرا اللي جايه من هنا. حلو. لا دي ماشي، دي فيها كلها شكل كاميرا عمود، كبيرة فيها ترزع لها كاميرا عمود هنا، صح كده؟ فيها شكل عمود. العمود ده مثلا ناخده بحيث ان هو ياخد دي كده، يلبس الكاميرا دي ويلبس الكاميرا دي. يبقى هروح عامله ازاي بقى؟ اروح حاطه البيس خلي بوينت ضربه بتاعته كده وخلي ضربه كده، يروح لابس الكاميرتين دول مع بعض. حلو. ماشي، يبقى بوينت 3 وسالب بوينت 7، بحيث ان هو ايه، مفيش كاميرا من دول تبقى محمله على تانية. ده رامي على العمود وده رامي برضه على العمود. خلاص، يبقى الكاميرا دي خلاص خلصت، والكاميرا دي برضه خلصت كده، والكاميرا حلو دي قوي. ريستد هنا. ناخد لها عمود فين كمان؟ يعني لما تبقى كاميرا خلاص حلو قوي كده. والله هي مش تقيلة ولا حاجة. أنا ممكن أروح مدد الكاميرا دي لقدام، والكاميرا دي لقدام، والكاميرا دي ممكن لقدام، تلبسها ودي مزمار تركب عليها، والكاميرا دي تبقى تقيلة بس عارف شوية. كمان ما بتعملش كاميرا والله. هي دي اللي ممكن تقيلها شوية بس هتطلعها. تبقى كاميرا السلم ديت شايلها تطلع لها ما هي كاميرا. شايلها من هنا قصدك المسافة مسافة كبيرة؟ كام؟ يجيب الدايمنشن كده دي اي، واروح اقيس من هنا والله لو نزلت من 6 متر كويس يعني خلاص. لهنا كام يا عم؟ 6. يعني ممكن، ما انا مش عايز احط عمود هنا هيسد لي الحمام، ما يحرم المنور، الحمام من المنور طب ما تحطه حتى ده اتجاه اتجاه الحمام التاني اتجاه. في الاتجاه الحمام التاني. كده كويس. ماشي، ممكن عشان ما اعملش محكيه في الحمام دي لف برضه يبقى نايم يبقى ما نايم هنا كده. ما اه كده برضه هيعمل كده، انا هخليه لبره. اه ويرمي بره فعلا. ماشي، روتيت وادي البيز بوينت وادي له زاويه سالب 90 عشان يلف مع قارب الساعه. ماشي، وراح اعمل له ايه؟ ارجع بره شوية موف، وامسكه من هنا عشان الزقه هنا. ماشي تمام كده. كده تقريبا الانشاء بتاع، او مش الانشائي، المحاور الاعمده بتاعته اتحطت. ابدا احط بقى العمود اللي هيتحط هنا. العمود اللي اتحط هنا نحطه هنا مثلا. حط مع الاتجاه بتاع نحط عمود ورا في حاجه ماشيه معاه من هنا؟ لا مفيش. وانت حاطه بس عشان تعمل الزباله بتاع ال طبعا ده كله كبير قوي، فيتحط هنا فين بقى؟ مع في عمود ورا الدوران بكتير هنا. خلاص، طب بص، ايه رايك لو بتاع عمود رحنا ورا. جايبين دايره كده، نحطه دايري ولا لا دائري افضل ده عشان دايري؟ مش بس انه يجي على اتجاه ال يعني طيب نص قطره تاخد بوينت 3 ب 60 سم. طبعا هو هيطلع بره كده. واروح اعمل هاتش جوه كده، خلي الزاوية ماشي كويس الزاوية. خلاص تمام. اروح بقى ايه، جايب له اكس. المفروض ان انا اجيب له اكس. الاكس ممكن امشيه في النص مفيش مشاكل. يعني انا لو جبت كوبي كده، كوبي او بلاش، بص لاين، اللاين ده هرسمه منين؟ من السنتر بتاعته. طب انا مش عارف اجيب السنتر، عارفين اجيبها كل ازاي؟ حاجة بتعلم شيفت عليها كليك يمين واقول له سنتر. بص اهي ده السنتر، واروح ماشي كده علشان اعمل ايه؟ اقول له كوبي، واروح ماسك الاكس ده من هنا عشان اقول له ايه؟ حط لي في النهايه. يبقى انا عملت منه نسخه ثانيه صح؟ واروح عامل الدايره دي كوبي وحطيتها على النظر. صح؟ تمام. الارقام دي هتتغير، تتغير ازاي؟ هقول لك في الوقت. ممكن اخليها واحد واحد شرطه وخلاص. ممكن اروح دبل كليك عليها واروح كاتب 2. ما في 2 برضه هندسه. ماشي، ما انا هغير بقى كله 3 4. انت بتضحك والله شفتها في لوحه يا عم. ماشي، طب ايوه ايوه كده في. يعني بص بص، دبل كليك عليها كده 6 تنام7 انا 8 9. خلاص، والله لو عايز اعمل اللي انا عملته ده، ابص اشغل نفسي ليه؟ جريت يا عم، واروح ماسكها منين؟ من تحت.
فانا هروح حاططها ايه فوق بس صح كده. وزي ما انا عملت اكس كده اعمل اكس برضو في الايه الاتجاه التاني صح. اجيبه بقى منين؟ اروح اعمل كوبي كده من ده كده واروح ماسكه من هنا علشان احطه في الايه، اروح اعمل شيفت كليك يمين واقول له سنتر. يا عم فين السنتر؟ عارفين جايبين السنتر بتاع مين؟ بتاع الكيرف ده. اه السنتر ابعد عنه بس شويه كده واروح ماشي، وراح اعمل اللي انا عملته هناك اعمله هنا كوبي اخليها بين شرط. اروح قايل له بول لاين وده البدايه بتاعته. الويتس خليها كام؟ 0.02. بول لاين خط تأخير. بص عم هقولها تاني، راح اعمل ده كوبي كده. بص عم راح جاي كده بولي لاين وراح اعمل دي الستارت بتاعتي اهو. هو بيطلب بقى عايز تدخل الويتس بتاعه، تروح دايس دبليو عشان تدخل التخانه بتاعته اهو ماشي. بس ما انساش حاجه بقى مهمه، ايه هي؟ ان الدايمنشن دي كده بقت من هنا. بص شوف بقى حركه الدايمنشن ازاي، بعلم عليه يظهر لي نقطتين، النقطه دي عشان اطلعه واحركه ماشي، انما النقطه الثانيه علشان اخده من هنا يبقى هنا، يبقى المسافه من هنا لهنا بس فاهمني. وراح جايب امر دايمنشن ثاني علشان اخده بقى من هنا لهنا خلاص، واروح حاطه مع ده تمام كده. واللي انا عملته هنا اعمله هنا، اروح واخده من هنا لغايه هنا صح. واروح بقى دايمنشن ده. على فكره انا ممكن اظهر الدايمنشن لو عملت كليك يمين كده في هنا الخانه اللي اسمها دايمنشن اهي، اهي الخانه بتاعتي اهي بتاعتي هنا ماشي. طبعا هتصغر الشاشه خلاص. رفعتها فوق بس هتختفي كده، هي موجودة اهي اهي. اجيب على دايمنشن كده وابدأ اروح حاططها من هنا لهنا، خليها ماشية معانا صح. بس طبعا ايه بتصغر الشاشة كده. نفس اللي انا عملته هنا اعمله هنا، ان البيه شرطة بدل المتر الاتنين متر ونص جايبة من الاول للاخر، لا هتبقى جايبة لغاية هنا بس صح كده. واروح جايب دايمنشن علشان احط من هنا لغايه هنا، هنا نفس الشيء بس. يبقى احنا كده قدرنا ان احنا نحط الاعمده بتاعتنا كلها خلاص. مش هروح مسيف عشان ما عملت ايرور.